مشاكل كتبقى دائما مشاكل الانتاج لاننا ما عندناش دي برودكسيون بريفي، ما عندناش الانتاج الذاتي، ما عندناش الانتاج الذاتي، دونك كنبقاو دائما كنعولوا على الدعم او على الدعم ديال الدوله، يعني المركز السينمائي او القنوات اللي عندنا، وكنحاولوا نقلبوا من هنا ومن هنا، ولكن باقي ما عندناش اون ستركتور فينانسيير بيان ايتابلي في المغرب.